نريد أن نستثمره كحادث إيجابي، أن ننظر إلى ربما 70 أو 80% من الجانب الإيجابي للحدث. لهذا لا نريد أن نكرر أو نكرس ذهنية التظلم والضحية، وإنما يجب أن نرجع إلى مواقعنا كفاعلين، يعني نتحمل مسؤولية داخل البيت، خارج البيت، في المجتمع وفي المدرسة. حينما تحدث يعني العلماء السوسيولوجيا عن عوامل التنشئة الاجتماعية وأرضية التنشئة الاجتماعية، وحددوا في مجموعة من العوامل أو الأساسيات، منها كما تحدث بورديو العنف الرمزي، وتحدث مجموعة ماكس فيبر وغيرهم. ربما الأستاذ غريب سأظن بأنه في مقدماته وفي مداخلاته يعني ينزح كثيرا إلى هذا التوجه. ما نود أن نشير إليه أن هناك عناصر مستجدة في هذه العملية، في عملية ومتخصص في الجانب، ثم أن العدالة ربما قدمت رسالة على أن الأطر يجب أن تحترم في المجتمع. في جانب السيكولوجي لا نرى في التلميذ أو الطالب ذلك الطرف الذي يجب إقصاؤه أو أن ننهال عليه بالمقاربات الزجرية، وأن نبحث عن مقاربات بسيطة، لا نبحث عن مقاربات معقدة من أجل دراسة ظاهرة ووضع إحصائيات و دخول في عالم التنظير، ثم أن نضع نتائج هذه المقاربة في الرفوف وندعها لنقول بأنها موجودة في الأرشيف في 1900 وكذا أو في 2017 ونتحدث عنها في 2070. سلام أيها الحضور الكريم، وتحية تربوية لأسرة التعليم ولكل منها أساتذة ومدراء وفاعل حقوقيون ولوسائل الإعلام ولرؤساء وأعضاء جمعيات الكرم والحكمة. بالفعل أنا للشرف العظيم أنني نحضر اليوم بين منزلتين، الأولى أنني كأستاذة كنحضر كنشرف رجال التعليم ديالي وأسرة التعليم، لأننا عندما نقول أسرة التعليم شيء جميل جدا، يعني هنا الأعضاء خوت أب أم، هذه أسرة التعليم لا نجد هذه كلمة الأسرة في باقي القطاعات الأخرى. شكرا على هذه الكلمة، والآن أعطي الكلمة للسيد يوسف غريب محامي على هيئة البيضاء دار البيضاء ناشط حقوقي، فليتفضل مشكورا. أهلا وسهلا، أولا أود التقدم بالشكر لجميع الحضور كل شخصي وصفتي وبإسمي. ثانيا على خلاف ما ذهب إليه الأستاذ هشام العفو، فأنا هنا لست أتكلم عن القانون ولكن لإعطاء بعض الملاحظات. جميل ما سمعنا لكنه مشوب بنوع من الجمال الذي يشجي. C'est un beau qui affiche. La réalité n'a pas de sens à un travail. Quand on dit que le cœur d'accord est le cœur des jeux, c'est l'histoire de la psychologie moderne. Il n'y a pas de paresseux, il n'y a que des malades. Le معنوي والدعم مادي ومعنوي جوج. كنشكر جمعية الحكمة على يعني المواكبة ديالها يعني الأستاذ عموما، ما كانش خصنش ولكن كان هضر على الأستاذ بصفة عامة. فعلا تدخلات الأساتذة لمست مجموعة المشاكل كان تصادفنا يوميا في الممارسة ديال يعني المهنة ديالنا في المؤسسة. الأستاذ من كتهضر أو سي هشام أو الأستاذ غريب أو الإخوة اللي تدخلوا، تندير إسقاط في الحقيقة على اليومي الذي نعيشه في المؤسسة، وكنلقى تطابق. بسم الله الرحمن الرحيم، الأستاذ يوسف غريب محامي بهيئة الدار البيضاء. هذه واحد الفرصة للتواصل بتنظيم من جمعية الحكمة بشراكة مع أعضاء وأطر ثانوية جابر بن حيان بمناسبة البراءة اللي تمنحت للسيد الحارس العام لاعتقادنا الجازم والراسخ ببراءته، لأن عرفناه كشخص راقي في سلوكاته وفي أفكاره وكشخص خلوق وطيب، وأن كان الحكم الابتدائي شابته مجموعة من الهفوات والتي تم تصويبها وإرجاع النصاب إلى ما كانت إلى إرجاع الأمور إلى نصابها على مستوى القرار الاستئنافي الذي جاء منطقيا عندما حكم بالتصدي وتصريح ببراءة موكلنا. تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنشكركم بعدا الجهويه بريس مروان وطارق، كنشكركم على هذه التغطيه وجينا لهذا النهار. كاين هذا الندوه بمناسبه العنف المدرسي اللي هي العنف ضد الاستاذ والعنف ضد التلميذ، وكنتمنوا من الله زعما هذا العنف ما يبقاش،
هاد الاولاد اللي تبارك الله عندهم سن المراهقه راهم كيخرجوا على راسهم، يخرجوا على حياتهم، يخرجوا على، وكنتمنى حتى من الاستاذ حتى هو يحسب دوك الوليدات، واخا راه تيحسب النهار كله الاستاذ وهو جالس التلميذ وهو مع الاستاذ، راه كيشوف الاستاذ اكثر من اللي كيشوف والديه. وراه المثل كيقول كان الاستاذ ان يكون رسولا، وكنتمنى من الله كيكون الاستاذ غادي دائما في شي عطله صيفيه وكيتلاقى مع التلميذ كيقول له انا قريت عندك، تيقول له تبارك الله جدرتي انا وانا وزير ولا انا هذا وانا. الاستاذ راه مربي حتى هو، راه كيربي بحال اللي كيربي وليداته. وكنطلب من الله هذا العنف ما يبقاش ما بين التلاميذ، الله يهديهم. جات مع السن المراهقه وجات مع هذا الله يهديهم، وكنطلب من الله الله يصلح الجميع ما بين الاساتذه وما بين الوليدات. وكنشكركم مره اخرى، كنشكركم على هذه التغطيه وانتم ديما حاضرين، والله يحفظكم وشكرا. يعني هذه الندوه تاتي في اطار يعني سياق تواصلي تفتح يعني جمعيه الحكمه ثم اساتذه جابر بن حيان. حضرنا في لقاءات سابقه، قدمنا فيها تصريحات، قدمنا فيها معطيات المحاكمه التي جرت. الحمد لله يعني اثمرت هذه الجهود على براءه سيد الحارس العام، ونقول براءه الاطار التربوي بشكل تام، ليس في مواجهه التلميذ او بل في مواجهه سلوك. اذا الاطار التربوي اليوم في المغرب يواجه يعني سلوكا ندا له، وهو سلوك العنف الذي يزكيه المجتمع او نقول في امن المجتمع. اليوم الجميل يعني في هذا النقاش الذي ساد في داخل القاعه بين مجموعه من الفاعلين الاجتماعيين، الفاعلين الجمعويين، الاطر يعني على مستوى تخصصات مختلفه، الجميل وهو انه يؤسس لارضيه تشاركيه، يؤسس لارضيه ذات يعني مقاربات اجتماعيه نفسيه حقوقيه، وهذه المقاربات لابد ان تشتغل ضمن النسق وضمن ارضيه مشتركه، يعني لا الا تكون منعزله او معزوله عن سياقها. المستجد هو ان على وضروره استحضار السياق، اذا لا يمكن ان نتحدث بمعزل عن السياق، سواء ظهور العنف داخل المؤسسه او في جنبات المؤسسه وحتى داخل المجتمع المغربي بشكل عام في اروقته وهي الازقه. لهذا فمقاربه ظاهره العنف يفترض ان تكون مقاربه عامه وان تبنى على جدليه العنف ولا عنف. وهنا نرجع الى فلسفه ماكس فيبر، نرجع الى أن أرانت، ونرجع إلى أرسطو وغيرهم. استفادة من هؤلاء الفلاسفة وحتى من المفكرين يعني المتجدين في ميدان السوسيولوجي لابد أن تدرس وتقرأ في سياقها. إذا دون استحضار السياق المغربي والسياق التحولات الاجتماعية داخل المجتمع المغربي تكون قراءتنا قراءة جافة أو قراءة صماء، ولا نريد أن نستحضر مقاربات عقيمة، بل مقاربات تبنى من داخل يعني المجتمع المغربي، من داخل المؤسسة التربوية، وأن نعيد يعني رؤية ونظرة المؤسسة التربوية على أنها يعني المنبع الأساس للمواطن المغربي. ولهذا فلا يمكن أن نرى في هذه المقاربة أن المؤسسة هي المنبع دون أن نرجع إليها ودون أن نوفر لأطورها يعني ما يمكن أن يقدمونه. بالتالي فالإطار التربوي يعني الأستاذ بشكل عام ينتظر يعني تلك الالتفاتة الحقيقية من السلطات يعني المسؤولة والتي تبرمج، ينتظر الالتفاتة الحقيقية على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي، وحتى على المستوى النفسي. إذا من هنا طلبنا داخل القاعة وسنطالب دائما بأن تتوفر المؤسسات التعليمية، يعني جميع المؤسسات التعليمية على أطر متخصصة ومتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع. هذه المسألة الأولى داخل خلايا الإنسان، وأن يتكلف المرشد النفسي بتخصص وساطة نفسية تربوية أن يتكلف بعملية الإنصات والتفريغ السيكولوجي والنفسي للمتمدرسين. النقطة الثانية هي أن يتوفر الأستاذ أيضا داخل المغرب، يعني انطلاقا من التحول الاجتماعي التي موجودة، أن يتوفر أو أن تكون هناك إلزامية زيارة طبيب أو أخصائي نفسي على مدى 6 أشهر أو 6 أشهر. يعني على الأقل سنضمن استمرارية البعد النفسي والذات النفسية للمدرس، خصوصا أننا نتحدث اليوم عن يعني فصل دراسي يعني يكتظ ب 50 إلى 60 تلميذ، بمعنى 50 و60 عائلة، والعائلة لها امتداداتها. لهذا لا يمكن أن نطلب من الأستاذ أن يعالج جميع الظواهر المصدرة داخل المجتمع. إذا نكرر طلبنا اليوم أن يفتح نقاش جدي، يعني لا نريد تلك النقاشات العقيمة، ثم أن نتحمل المسؤولية كل من موقعه، وهذه المسؤولية يجب أن نحددها، بمعنى لا تبقى يعني أن عائمة في الفضاء، وإنما يجب أن ترجع للتحديد، ثم أن نعيد قراءة السياق المجتمعي كما هو اليوم،
دون المغالاة في ذلك. هذه اللقاءات مطلوبة إلى اليوم، كان الأمر يتعلق بنشاط تواصلي حول العنف، ثم إعلان براءة السيد حارس العام يعني الأطر التربوية، وتكريم الأستاذ المحامي السيد يوسف غريب الذي شكل إضافة يعني كبيرة وقوية للمحاكمة.